القاهرة واحدة من المدن العملاقة، وتحديدا في المركز التاسع من بين 31 مدينة على مستوى العالم بتعداد سكان يقارب 19 مليون نسمة. ده اللي كشفت عنه القائمة اللي أعدها موقع أكسيوس، الموقع اللي قال إن حوالي 518 مليون نسمة، أي 7% من إجمالي سكان العالم، بيعيشوا في مدن عملاقة يبلغ عدد سكان الواحدة منها 10 مليون أو أكثر من 10 مليون، وإن الرقم ده بيتجاوز 10 أضعاف ما كان عليه قبل 4 عقود تقريبا، وإن تعداد القاهرة في عام 1975 كان 6 مليون شخص فقط. أما في المركز الأول القائمة فكانت مدينة طوكيو اليابانية بتعداد سكان 38 مليون نسمة. الأمم المتحدة بتتوقع أن تضاف إلى تلك القائمة 10 مدن جديدة بحلول عام 2030. الدكتور طارق توفيق معايا على التليفون، مقرر المجلس القومي للسكان. دكتور طارق مساء الخير. اهلا بحضرتك دكتور طارق. يعني تعليقك على هذا التقرير وهذا الترتيب، يعني القاهره في المركز التاسع من بين 31 مدينه ضخمه في عدد السكان على مستوى العالم. والله حضرتك احنا في اكثر من 25 مليون مواطن موجودين في القاهره الكبرى. 25 مليون مواطن، يعني حوالي ربع سكان مصر في مساحة لا تتعدى 1% من مساحة مصر. تخيل حضرتك بقى الكثافة تبقى عاملة ازاي. متخيل. عايز اقول لحضرتك في القاهرة في المتر المربع في حوالي 50 بني ادم. في المتر المربع الواحد 50 شخص. في 50 نسمة. يعني فلازم ترتبنا بقى كده. ده بالإضافة بقى إن إحنا في جزء كمان ما حسبناهوش. مش كل الناس قاطنين في القاهرة الكبرى. في جزء كبير خارج وداخل كل يوم. يعني تقريبا كده القاهرة الكبرى بالنهار بتكون كام؟ يعني حضرتك قلت 25 مليون، ده يعني اللي هم 25 او 30 مليون. 30 مليون تقريبا. فطبعا يعني هو الترتيب هو ده متوقع ان الترتيب بالشكل ده، لان الكثافة عالية جدا. كل الخدمات مركزية موجودة في القاهرة. المصالح الحكومية كلها في القاهرة. يعني فطبعا ده شيء طبيعي. ده كان المفروض يبقى فيه تخطيط للخروج بره المدينه الكبيره شويه. ويمكن احنا دلوقتي اللي بنعمله احنا بنعمل اكستنشن للقاهره برضه. امتداد يعني او هو اكستنشن للقاهره. ملحق. بالظبط امتداد للقاهره. متهيألي لازم الخروج بره النطاق ده. طيب ما هو الخروج بره النطاق ده وبنى يعني مدن جديده حوالين القاهره، هل بيؤثر على تعداد السكان في القاهرة، في القاهرة الكبرى تحديدا؟ هو حضرتك هي المشكلة كلها في حاجة، ان هذا التوسع مش مدروس ويبقى عشوائي. فالعشوائيات ديت ليها تأثير بقى على خصائص السكان، يحصل فيها تدني، لان المناطق عشوائية. صحيا مش مظبوطة لان ملهاش تخطيط واضح، فبرضه بتجيبنا نفس المشكلة، لان احنا برضه بنعمل تكدس سكاني. ده انا بقى بتكلم على الخروج بره نطاق الضيق بتاع الوادي والوادي القديم والدلتا، الخروج بره خالص. ويبقى اماكن جديده يحصل فيها نوع من انواع التوطين، اعاده التوطين للناس دي، بحيث ان يحصل خلخله سكانيه موجوده في القاهره والاماكن الزحمه اللي موجوده. نعم. هي بتاخد وقت طويل وبتاخد استثمارات هايله، لكن متهيألي هو ده الحل، لان لحد امتى القاهره هتستحمل عدد ساكنيها؟ أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان.